بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة فيديو جديد ومهم جدا لأي ست بيت. طبعا الهريسة، شطة الهريسة دي بتبقى مهمة في كل الأكل، هي زيها زي الدقة اللي أنا عملتها امبارح، بس الدقة ممكن تتاكل جنب الأكل أو ممكن تحطيها في أي صنف، إنما دي بالذات ما ينفعش تتاكل لوحدها لأن حرقة جدا. أنا لما نضفت الفلفل ده مش قادرة أقول لكم إيدي عاملة إزاي، وطبعا ما ينفعش البس جوانت والكلام ده، انا من النوع اللي ما بعرفش اشتغل وايدي فيها حاجه. هنبدا سوا ونقول هاي كده، عايزه الناس كلها تقول لي هاي زي الفيديو اللي فات. خلونا مع بعض كده، شجعوني حسسوني ان انا بعمل حاجه لها قيمه. يعني يلا معاكم بقى نبدا بالكبه ونبدا بالفلفل وبعدين ايه نشوف الدنيا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نحط الفلفل الاحمر ده اللي احنا منضفينه، جايبين منه البذر والله مولع برضه، مش عارفه اقول لكم ايه يعني. يا ايديا ما حاولتش اخلي الفرم يبقى معايا ايه لا حتت كبيره ولا حتت ايه ناعمه، انا عايزاه بصوا الحتت دي كده تمام. هنفرط انا عشان في واحده هبله كده هربانه اهي، معرفش بيهربوا مني ليه. خلصنا الفلفل، هنبدا برضو نهرس التوم. خليكم معايا مش عايزه اصدعكم. قرمنا زي ما انتم شفتوا الفلفل اهو، ميبقاش ناعم قوي اهو، حتت جميله اهي، شكله يفتح النفس والله. نجيب الحله اللي هنعمل فيها ونبدا نحطه كده. بعد كده الثوم اللي فرمته برضو بحطه فوق. انا عندي هنا جايبه الملح ومعلقتين سكر، المفروض ان انا احط عسل، مفيش عسل بحط السكر وكزبره ناشفه تمام. نص كوبايه خل، نبدا نقلب كله كده مع بعض اهو. زيت، نص كوبايه زيت، وببدا ارفعه على النار عشان نشوف شكله بقى. يلا هنبدا نشغل النار عليها كده لحد ما لونها بس ايه يتغير. هنغطيها شويه 5 دقايق وخليكم معايا. هي حلوين هي مقططين، شوفوا عامله ازاي لونها، عمل ازاي لونها، طبعا اتغير ما بقاش الاحمر الغامق واحمر فاتح كده زي علامه فودافون. عارفين فودافون؟ فودافون هو ده. يلا ناخدها بقى على الترابيزه ونبدا ايه نعبيها ونشوف هنعمل فيها ايه تاني. يلا المقطقين والسيدات برضو المحترمين اللي في البيت اهو، استنى عليه بس شويه، انا عايزاها تبرد اهي، اول ما تبرد ان شاء الله هقول لكم نعبيها وبعد كده نعمل فيها ايه. شوف هنعمل ايه اهو، انا بحتفظ دايما بالبرطمانات بتاعت الصلصه وبغسلها، مش عايزه اقول لكم انا عندي يجي 500 برطمان، بعمل فيهم مربات، بعمل فيهم بهارات وحاجات من دي، وعاملاهم احيانا بحط فيهم زي العصير بيبقى شكلها حلو قوي، بحط الشيليمون فيها بيبقى شكلها تحفه، لان اصلا البرطمان شوف عامل ازاي زي الفازه بس على صغنن. اللي بعده واضح؟ واضح في التصوير يا مول؟ واضح. عشان بس يشوفوا الحاجة شكلها ايه عشان لما يجوا يعملوها تبقى ايه باينة.
كيلو فلفل كيلو واحد بس. شوفوا عمل لي ايه، ان شاء الله يكمل 4 برطمانات. شوف البرطمان ده بيبقى ربع ده كده، والله العظيم ب 20 و25، مش فاهمه ليه يعني، ليه الافتراء ده؟ انما هتبقى عندك موجوده كل اكله هتحطي منها، هتريحك كتير يعني. وطبعا الطعم مختلف، لا مواد حافظة ولا الكلام ده خالص يعني، حاجات طازة أول بأول. ظبطت البرطمانات، عبيتها أهو، شايفين لون البرطمان عامل إزاي؟ بجد يشرب عصير والله. اللي يشربه ده هيبات في الحمام. بعد كده أروح مغطية وش البرطمانات كلها بالزيت كده، ولو انا استعملت منها ارجع تاني احط شويه زيت، عشان ايه ما تعملش عفن زي الصلصه بالظبط. الصلصه لما بتاخدي منها معلقه وسبتيها شويه هتلاقي عفنت، هتعمل ريم ابيض وتعفن. نبدا نقفلها عادي خالص اهو، بتتدرش من لوحدها اهو. اربع برطمانات هيقعدوا معايا مش اقل من 3 4 شهور اهو، لو انت يعني ايه بتاخدي معلقه كل شويه في الطبخات بتاعتك وتعملي غيرهم تاني مفيش مشكله. طول ما احنا عايشين ادينا بنعمل عشان ولادنا وعشان بيتنا، وفي حاجات كتير بنحاول نوفرها للبيت ولولادنا. يلا اقول لكم بالهنا والشفا، ويلا ورايا على الفيديو الجاي. بس دلوقتي قبل الفيديو الجاي لازم تخشوا على اليوتيوب ورا دي وتقولوا لي هاي، هستناكم. مع السلامه.